رجعنا لكم من جديد في موعد مع الرئيس. ملف السياسة الخارجية ما زال مفتوحا مع السادة الأفاضل السفراء والأساتذة المختصين في العلوم السياسية. تعالوا نتجه مباشرة يعني للأسئلة المحددة. هبدأ مع سعادة السفير جمال بيومي عن ملف العلاقة مع الاتحاد الأوروبي وقصة الشراكة الأوروبية المتوسطية والاتفاقات التي كانت تبرمها مصر عشناها وإحنا بنتكلم فهنصدر بطاطس ومواصفاته إيه والمصايد والزراعات وتصدير المنسوجات واستيراد إيه وكانت فرصة وكان في أمال كبيرة جدا 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 معقودة على هذا الاتفاق لإنعاش اقتصادي محترم، وده واحد من الأشياء اللي بتصوغها على السياسة الخارجية. فماذا تم حتى الآن وما يجب أن يكون في الفترة القادمة؟ خليني اقول لك انا شايف الصوره على بعضها ازاي ونحدد الوضع الاوروبي. الصوره انا شايف ان مصر بالموقع بالتاريخ استحاله ان تتجنب ان يكون لها انفتاح على الخارج. الخارج يسهم، التجاره الخارجيه المصريه بتسهم حوالي 26-27% من ناتجك القومي. انت دوله عربيه مسلمه قبطيه افريقيه اسيويه بيضاء سوداء، حزمه من الثقافات تجعل اختراقك صعب قوي، وكل حضارة دخلت لك صبغتها بلون النيل الأزرق وبقت مصرية. المسيحية دخلت بقت القبطية، إسلام الفاطميين بقى السنة، أصبح الثقافة المصرية اللي تصبغ. دي حاجة. الحاجة التانية، أنا يعني حسبح ضد التيار شوية لغاية الوقت. أنا مش موافق على أن الدور المصري يتراجع، لأن مصر من الحجم في منطقتها بحيث أي واحد يعدي بالتعبير البلدي اللي بيتكعبل فينا، يعني استحالة أن تقيم علاقة، وأنا ده اللي كنت بقوله لأوروبا تحديدا، اوعى تتوهم أن تقيم علاقة أوروبية متوسطية دون المرور بمصر تحديدا، ماذا وإلا يبقى عبث. وجودك في إفريقيا موجود، بس ساعات بسأل أنت محتاج إيه بقى الرأي العام يعني، وبالذات الإعلام، نقفل الباب ولا نفتحه؟ عاوز تتوسع في إفريقيا عاوز تقفل سفارات؟ وانا شايف ان دورنا في افريقيا، وانا خدمت في افريقيا وبالتالي عارف انا بتكلم عن ايه، الدور موجود، وافريقيا تحبك قوي قوي للسبع ثمان شخصيات اللي انا بقولها، لانك تمثل الازهر لدور الكنيسه القبطيه، لانك حضاره بيضاء في افريقيا وحضاره سوداء، ما فيش الاستعمار بيقول ما فيش حضاره سوداء، لا في حضاره النوبه الى اخره. فافريقيا تقدرنا جدا، ولما وقفت في الجامع مره بقول لهم ان الشيخ جاد الحق بيحييكم، وانا كنت معاه الاسبوع اللي فات، فوجئت بالجامع كله قايم مسلم عليا عشان يلمسني، لان كنت امبارح مع شيخ الازهر. انما حدث تطور ان في العشر سنين الاخيره مش الثلاثين، ان السنين عجزنا شويه، القياده المصريه عجزت، حادثه اديس ابابا جعلتنا غير راغبين في الذهاب لافريقيا كده بالوضوح. وانا بسيب افريقيا قلت ان زميلي السفير السابق عليا وجه دعوه لرئيس الدوله المضيفه لزياره مصر ورحب بها، قضى الاربع سنين، والاربع سنين بتوعي في الثمان سنين حددت مصر سبعة مرات موعد لزياره هذا الرئيس، قبلها جميعا والغتها مصر، لان القياده كانت مش فاضيه بقى للكلام ده. تراجع. اذا عاوز اقتبس من عمرو موسى القول اللي قاله ان دور مصر هو ما تقوم به مصر. كل امكانياتك موجوده، استعملها او لا تستعملها. بالتالي انا القاره الافريقيه انا استطيع امرح فيها كما شاء. وانسى حكايه ان اسرائيل بتمنع الميه، دي كلها سيناريوهات يعني نظريه المؤامره انا لا اقبلها. المؤامره عاوزه متامر ومتامر عليه، وده يتوقف عليا انا، لكده الداخل هام جدا عندي. في حدث تطورات في ثلاث مناطق مهمه جدا مع افريقيا. من سنه 2000 انت الغيت الرسوم الجمركيه مع 31 دوله افريقيه الكوميسا، ادى هذا الى ان بعد افريقيا كانت تمثل 1% من تجارتك بقى 3% من تجارتك. الغيت الرسوم الجمركيه من 2005 مع العالم العربي، وده تطور غير عادي مع 17 دوله عربيه اللي هي الدول اللي تقدر تعمل هذه العمليه، ادت الى ان انا حتى من كام يوم حد كبير مسؤول لسه عايش في الارقام القديمه، انا متابع لغايه امبارح، التجارة العربية البينية ارتفعت، وبالنسبة لمصر بعد ما كانت 12-14% البارح وزارة التجارة مطلعة الرقم، العرب يمثلون خمس تجارتك الخارجية 20% بالتجارة. ليه؟ لأنك اتبعت سياسة الانفتاح الاقتصادي وحررت التجارة، ودي خطوة
أمامها خطوات كثيرة حتى تستفيد من هذا أكثر. نيجي لأوروبا، كان تحدي كبير زي ما حضرتك تفضلت، وأرجوك أن تستخدم كلمة المشاركة لأن أنيس منصور بيزعل من الشراكة. أنا ليس قلت في القاموس العربي مشاركة، وفعلا ما فيش كلمة شراكة في القاموس العربي، عنده حق. على أي حال، أنا وزملائي ما كناش بننام، والراجل الأمير ده كان كثير الاستضافة لنا الحقيقة، لأنه كان أحد يعني الناس اللي بيستضيفونا كلما ذهبنا لبروكسل، كلنا عارفين الحدوتة. للأمانة ضميريا ما تقدرش تنام، لأنك أنت مش عارف وأنت بتتفاوض. كل قرار أنت بتاخده هيأثر على اللي بيزرع البطاطس، فلما يتقال لك إن كل طن بطاطس تصدره مصر يفتح من 4 لـ6 بيوت ما تنامش. فنهضنا بهذا من 90,000 طن لـ300,000 طن. فأربعة، يعني أنت بتتكلم على إن في 1,000,000 وشوية، 1,500,000 بيت بيتفتحوا في موسم الصادرات البطاطس اللي هو من أكتوبر إلى إبريل، بيتفتحوا عمالة تعمل في هذا. برضو حصل قفزة كبيرة جدا في هذا. الاتفاق دخل حيز النفاذ في 2004. حضرتك قارن صادرات مصر 2003 ب 2012، هتلاقيها تضاعفت 4 مرات. ده شيء يسعد الانسان، ان اذا الدبلوماسيه المصريه اللي بتعمل هي عباره عن انعكاس لمصالح مصر في الخارج. وبالطبع امامك هامش كبير جدا للتحسن. ايه قوتك هنا بقى؟ لان وحنهي هنا، انا مش مع ان مصر بتتراجع، لان انا لسه جاي من جامعه القاهره وبناقش مع اولادنا اللي هم ما كانوش اتولدوا في السبعينات، مصر الان افضل ام 79؟ وقلت لهم انا بديت الكورس بتاع مهارات التفاوض، بديتهم الامتحان من 10 محاضرات سابقه. اعمل لي سيناريوهات، قول لي مين اللي طلع كسبان من السياسه الخارجيه؟ صدام حسين في العراق، حافظ الاسد في سوريا، معمر القذافي في ليبيا، علي عبد الله صالح في اليمن، ام انور السادات في مصر؟ وقارن مصر 79 بمصر 2014. طبعا انت تقدمت، انت اكبر اقتصاد في شمال افريقيا، انت اكبر من الجزائر وتونس والمغرب وليبيا، انت تاني اكبر اقتصاد في الامه العربيه، والاكبر منك هي السعوديه. انت تتفوق عليها ان اقتصادك متنوع، 50% منه خدمات ثم زراعه وصناعه وتجاره الى اخره. التنوع ده هو ده ميزه مصر. قوه عامله من 28 مليون، اكبر دوله في الاقليم من حيث السكان، اكبر قوه مسلحه. بندرس حاجه في الاكاديميات العسكريه هي دراسه القوه الشماليه للدوله. عندك الست عناصر الاساسيه لبناء دوله قويه موجوده. يبقى العنصر السابع، وده اللي انت فيه دلوقتي، عنصر الاداره. كيف ستدير قوه مصر الاقتصاديه؟ فعندك كل العناصر، واللي ما هيرد حد يقول لي امال ايه اللي حاصل دلوقتي؟ اللي حاصل ان جالنا دور زكام، عاوزين نعالجه بسرعه، لان ممكن الزكام يتفاقم ويبقى نازله برد ونفطس. ما ينفعش بلد انجبت في الـ3 سنين بتوع الثوره 7.5 مليون طفل ولم نفكر هناكلهم ونشربهم وننومهم ازاي، وبنطالب بزياده الاجور في دوله يتراجع فيها معدل الانتاج. بتقول حد ادنى للاجور، بالمناسبه انت طالب 1200. 1200 ده اللي احنا خرجنا بيه كمساعده وزير خارجيه. يعني انا نهيت 41 سنه في الخارجيه ب 1200 جنيه مطلوب تبدا بيها دلوقتي، ودي هتكلفك 19 مليار جنيه. طب واللي ماهيته النهارده 1200 وداخل له واحد صغير هياخد 1200، هتعلي ماهيته ولا لا؟ ده يكلفك 89 مليار جنيه. فسال احمد جلال سؤال، انت عاوز تزود الاجور ولا تخلق فرص للي مش لاقي ياكل اصلا؟ فده انا غير قلقان بالمره. في برضه في الحديث، بما اننا بنتكلم على الرئيس القادم، انا مش عاوز الرئيس القادم حاجتين انا هطلبهم محامي حديثي بيهم. واحد، اوعى تتوهم من العالم الخارجي بالمساعدات يمثل قوه ضغط عليا. اجمالي المساعدات الامريكيه والاوروبيه وغيرها يمثل 7-8% من الناتج القومي المصري. واسال دايما الاوروبيين والامريكان، يمكن ما بيحبونيش لما اسال السؤال ده. تدفق الاموال من مصر الى اوروبا والى امريكا اكبر ولا تدفق الاموال من امريكا واوروبا الى مصر؟ لا، انا ببعت له اكتر. كل دولار او كل يورو تنفقه اوروبا في مصر انا بشتري ب 117 دولار. انا شاري ب 21 مليار دولار واردات من اوروبا. واخد منها 150 ولا 300 مليون دولار في السنه. نفس الشيء مع الولايات المتحده اللي بتديني 250 مليون معونه مدنيه. وانا شاري على كل دولار 66 واردات. معاه عسكري ممكن عاوز حلقه لوحدها. اذا انا عندي
كل عناصر القوة ويلزمني أن أديرها إدارة جيدة. إذن الإدارة الحاجة الأخيرة أن أنا عاوز من رئيس مصر يقول أن قوة مصر ستكون في خدمة الأمن والسلام والاستقرار العالمي. أنا مش عاوز مصر تقوى عشان تقفل قناة السويس وتقطع البترول، هيحصل لي اللي حصل لصدام حسين على طول. لكن أنا مبسوط قوي أن المشير السيسي قالها مرة في قريب أن قوة مصر معناها أنها ستحترم المعاهدات الدولية بما فيها معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية اللي ماليش أي صالح أن أنا أهاجمها في المرحلة الحالية. طيب شكرا جزيلا سعاده السفير. لا تسمح لي معلش انا سوري ان انا اقطعك بس عايز طيب. انا بس مش عايز سعاده السفير رؤوف سعاده السفير عايزه يزعل مننا. لا اطلاقا لا انا عشان بس اضافه صغيره. انا شرفت انا كنت فتره اقامتي في بروكسل عاصرت كل المفاوضات وكنا على تنسيق مستمر الى ان جه الوزير الراحل احمد ماهر هو اللي وقع الاتفاقيه اثناء وجودي كان اخر عمل. انما انا عايز بس اضيف اضافه مهمه عشان التصور العام بانه اتفاقيه المشاركه دي مجرد اتفاقيه تجاره حره. المساله اكبر من ذلك بكثير. انما انا عايز اركز على شيء اساسي عشان بس للوقت انه اتفاقيه المشاركه بما تتضمنه من التزامات بتفرض على مصر اصلاحات اقتصاديه ضخمه بتتطلب اعاده هيكله الاقتصاد المصري خصوصا في قطاع الصناعه. وبالتالي فانه الفوائد التي يجب ان تتحقق من هذه الاتفاقيه ليس فقط زياده الصادرات انما هي الاصلاح الاقتصادي الاساسي. عشان كده بيصاحب تنفيذ هذه الاتفاقية جهود تسمى هناك في مكتب اسمه مكتب تحديث الصناعة. الاتحاد الأوروبي نفسه هو الذي يساعد في هذا. وأنا أزعم أن جزء كبير من الطفرة الاقتصادية التي حدثت في تركيا كانت بسبب أنها للانضمام الاتحاد الأوروبي كان لابد أن تقوم بتنفيذ كثير من الالتزامات. الأمر الثاني، نحن الآن في مرحلة إعادة بناء للسياسة الخارجية والسياسة الاقتصادية الخارجية. وأنا أعتقد أننا لابد أن يكون هناك مفهوم جديد، أن يكون معنا ما يسمى بشركاء التنمية. الاتحاد الأوروبي غير علاقاتنا التعاونية أو الثنائية مع بقية الدول أو حتى الإقليمية، إنما أنا أظن أن الاتحاد الأوروبي واحد من أفضل المجموعات المرشحة أن تكون ما يسمى شريك للتنمية، لأننا نستطيع من خلال علاقتنا مع الاتحاد الأوروبي أن احنا نبدأ مرحلة تنمية ثنائية وأيضا إقليمية من خلال الاتفاقات المشاركة الأخرى التي تربط الاتحاد الأوروبي رأسيا مع جنوب وشرق المتوسط وأيضا تربط بين جنوب شرق المتوسط أفقيا. شكرا جزيلا. نروح لسعادة السفير عزة سعد. احنا شفنا في الفترة الأخيرة تفعيل عملية 2+2 اللي هو زيارة وزير الخارجية المصري ووزير الدفاع المصري واللقاء اللي هو المفترض يعقد مرة سنويا على الأقل ما بين الوزيرين في كل من البلدين. نعم. غبنا عن الاتحاد السوفيتي، كان وقتها الاتحاد السوفيتي وأصبحت الآن هي روسيا الاتحادية اللي بنتعامل معها. هناك إحساس كبير بالغبن من الاتحاد من روسيا الاتحادية، لأنه رغم المواقف اللي كانت من الاتحاد السوفيتي مع العرب في الستينات وحتى أوائل السبعينات، هم يشعرون بأنه قد غدر بهم، أنهم دايما بيتعامل معهم على أنهم احتياطي، بنلجأ لهم لما بنكون في حالة غضب مع أمريكا. أنا عايز أحط العلاقة الأخيرة مع روسيا في إطارها. هل احنا راجعين لعملية توازن ولا دي بنغيظ حد، ولا احنا فعلا محتاجين وان احنا نرجع وناخد وننوع مصادر سلاح ولا هو بس اسمح لي الاول. يعني انا سعيد انه بتكلم بعد المداخلة بتاعت سيادة السفير جمال بيومي، لانه يمكن اغلب المداخلة بدت انه بيتكلم في سياسة خارجية، لكن في الواقع هو تناول تفاصيل الوضع الداخلي فيما يتعلق بالتجارة والاستثمار وتمدد تجارة مصر مع العرب والافارقة والاوروبيين. انا بس عايز اقول انه دائما لا يجب ان يغيب عن بالنا انه في صلة وثيقة جدا وتأثير وتأثر بين الوضع الداخلي والوضع الخارجي أو السياسة الخارجية. الحكومة الانتقالية على سبيل المثال الحالية، يمكن الثلاث أربعة أشهر الأولانيين من عمر هذه الحكومة
ومؤسسة الخارجية وجهات أخرى ضيعوا تقريبا 3-4 أشهر عشان يشرحوا أنه ما حدث في مصر في 30 يونيو كان ثورة وليس انقلاب، ويمكن لحد دلوقتي برضو يمكن بتبقى دي يعني أحد النقاط الرئيسية على جدول أعمال وزير الخارجية في زياراته. فيما يخص روسيا، روسيا الحقيقة وده برضو أكده السيد وزير الخارجية أنه كان الهدف توسيع الخيارات أمام صانع ومتخذ القرار السياسي في مصر، وكلنا نعلم أنه بعد ما تشكلت الحكومة وزير الخارجية أرسل خطابات لمعظم وزراء خارجية الدول الصديقة طلب زيارته. يمكن روسيا كانت في مقدمة هذه الدول، هو راح في سبتمبر زي ما السيد المتحدث الرسمي قال في مداخلته، ثم جاءت الزيارة زيارة وزيري الدفاع والخارجية الروس في ديسمبر، وزيارة وزيري الدفاع والخارجية المصريين لروسيا في مارس الماضي. أظن أنه يمكن التحرك تجاه روسيا أو التحرك المتبادل مع روسيا هو أحد أو إحدى الثمار الواضحة أو الملموسة في سياسة مصر الخارجية ما بعد 30 يونيو، لأنه برضو علينا أن نعترف، وزي ما حضرتك قلت في مداخلتك قبل ما تديني الكلمة، أنه تقييم الروس على مدى من أواخر السبعينات من حكم الرئيس السادات الله يرحمه لحد الزيارة الأخيرة من الجانب المصري، أنه إحنا بنلجأ للروس عندما تتعقد علاقتنا مع الغرب، ودي حقيقة. يعني أنا لن أنسى أنه في 2009 وقعنا هنا في القاهرة الرئيس السابق الروسي السابق ميدفيديف اللي هو رئيس الوزراء الحالي، وقع مع الرئيس الأسبق مبارك اتفاق الشراكة الاستراتيجية في يونيو 2009، واللي إحدى مواد هذا الاتفاق بتنص على صيغة 2 بلس 2 أو 2+2، وعقد قمم كل عامين بالتناوب بين القاهرة وموسكو. الاتفاق وقع، وبعد أسابيع جالنا أوباما وراح جامعة القاهرة، وإحنا نسينا اتفاق الشراكة الاستراتيجية ده تماما، ولم يذكرنا به سوى الروس بعد ثورة 30 يونيو، وكتر خيرهم. لأنه هو طبعا السيد الوزير نبيل فهمي راح في سبتمبر وبحثت هذه الموضوعات وجه وتمت الزيارة في مارس. أنا عايز أؤكد أنه هم ابتدوا يلمسوا في تقييمهم لا، المرة دي الجانب المصري واخد الأمور بجدية، وابتدوا يفهموا أنه في المرحلة القادمة علاقات مصر بروسيا مش هتكون رد فعل. في حاجتين مهمين جدا حصلوا، الزيارة في حد ذاتها زيارة السيد وزير الدفاع السابق المرشح الرئاسي ومعه وزير خارجية، ودي أول زيارة لوزير خارجي لوزير دفاع مصري لموسكو من 40 سنة، رغم ان كان في دعوات كثيرة لوزير الدفاع المصري انه يروح يزور موسكو ولم يحدث. النقطة الثانية او التطور الثاني المهم جدا اللي الجانب الروسي فسره على انه في روح جديدة في مصر وفي توجه جديد، هو تصويت مصر بالامتناع عن التصويت على قرار الجمعية العامة رقم 114/93 اللي صدر في أواخر مارس الماضي فيما يتعلق بعدم الاعتراف بوضع بالتغييرات أو بالتغيرات التي حدثت في شبه جزيرة القرم.
احنا تصويتنا كان ممتنع ضمن 58 دولة، ومنهم مثلا الصين وبعض الدول اللي لينا برضو علاقات طيبة معها. احنا امتنعنا عن التصويت في سنة 68 لما الاتحاد السوفيتي غزا تشيكوسلوفاكيا، فاستخلصوا من هذا انه فعلا القاهرة او مصر لم تعد تنظر الينا كاستبن للولايات المتحدة الامريكية. هذه التطورات السياسية انعكست بشكل طيب جدا على الدورة الاخيرة للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني اللي عقدت في موسكو برئاسة الجانب المصري، كان فيه السيد وزير الصناعة والتجارة، وكان وزير الزراعة الروسي هو رئيس الجانب الروسي. في تطورات مهمة جدا كان يعني لم نكن نتوقع ان الروس ممكن ياخدوها، سواء فيما يتعلق بالاستثمار او بالتجارة. في من المنتظر ان شاء الله في الفترة القادمة تستأنف المفاوضات الخاصة بتوقيع اتفاق تجارة حرة، وده تطور في منتهى الأهمية. وبرضو يعني السيد السفير جمال بيومي يعلم ان السوق الروسية سوق ضخمة جدا، حوالي 143 مليون نسمة. الروس بلغونا انه اتفاقية التجارة الحرة دي هتشمل ايضا دول الاتحاد الجمركي اللي هي مع روسيا وكازاخستان وبيلاروس، وقريبا ارمينيا وكيرغستان هينضموا الى هذا التجمع اللي هو هيبقى فيما بعد الاتحاد الاقتصادي اليورو اسيوي، اللي هم الغرب بيتهم بوتين انه احد مبررات او اسباب ضغطه على اوكرانيا انه عايز يسحبها يضمها الى هذا الاتحاد بدلا من انضمامها للاتحاد الاوروبي. الاتفاقية دي في منتهى الاهمية بالنسبة للجانب المصري، اذا ما اخذنا في الاعتبار ان كل صادرات مصر لروسيا السوق الروسي في احتياج ليها، والعكس. يعني يمكن انا عندي مشكلة شوية مع الاتحاد الاوروبي، عشان كده هم عملوا لنا برنامج تحديث الصناعة يساعدونا بحيث ان صناعتنا تنهض وتقدر تنافس السوق الاوروبية. انا ما عنديش المشكلة دي اطلاقا مع روسيا، لانه كل ما تصدره روسيا انا محتاجه. فوق كل ده لا توجد اي مشروطية ايا كانت في التعامل مع الجانب الروسي، لا بيقول لك حقوق انسان، لا بيقول لك افرج عن المعتقلين السياسيين، او ادي للمرأة مش عارف ايه، او ايا ما كان من ثوابت السياسة الخارجية الروسية مبدأ عدم التدخل في الشأن الداخلي، وانا برضو هذا المبدأ من ثوابت السياسة الخارجية المصرية. ولذلك في تقديري لو اتفاق التجارة الحرة وقع، وان شاء الله هيتم النتائج بتاعة الدورة الاخيرة دي من 3 اسابيع، اللجنة المشتركة بتعكس قدر كبير جدا من التفهم والتجاوب من الجانب الروسي، واظن انه في اتفاق مبدئي برضو على بعض الاستثمارات في مصر بالتعاون مع الجانب العربي، بالذات بعض دول الخليج الحقيقة، بناء صوامع وحاجات بالشكل ده. شكرا جزيلا سعادة السفير. نخرج لفاصل وهنرجع بقى نتكلم عن أمريكا ونشوف العناصر الإقليمية الأخرى، بنتكلم عن تركيا، عن إيران، عن وضع العلاقة مع الخليج، وهنحاول ناخدها بشكل مركز كبير فيما تبقى من هذه الحلقة، فكونوا معنا ولا تذهبوا بعيد.